مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقة جديدة من المنتصف نبدأها بأبرز وأهم العناوين. في أبرز عناوين هذه الحلقة: بعد البرتغالي غارديم، خيسوس ثاني مدرب برتغالي يبحث عن إنجاز قاري مع الهلال. المنتصف يقلب أوراق الأهلي الغائب عن البطولات من عام 2016. قارياً التعاون ينتصر والاتفاق في الخليجية يتجاوز الرفاع البحرين. حياكم الله من جديد في تفصيل كامل لأهم وآخر أحداث كرة القدم السعودية اللي راح نفصل فيها إن شاء الله اليوم. يعني كثير من الملفات، كثير من القضايا المهمة اللي تخص أكيد أنديتنا وأيضا نجوم الكرة السعودية، لكن بداية نرحب بشركاء المنتصف من استديوهاتنا في الرياض، الناقد في برنامج المنتصف الأستاذ عبد الكريم الجاسر. مساء الخير، حياك الله أبو يزيد. أهلا وسهلا، مساء النور، ومساء النور على السادة المشاهدين، نمسي على زميلنا العزيز الأستاذ ماجد الفهمي. أيضا من جدة رحب بالناقد أيضا في برنامج المنتصف الأستاذ ماجد الفهمي، مساء الخير، حياك الله أبو قصي. يا هلا وسهلا، سعد الله مساءكم، مساء السادة المشاهدين، أستاذ عبد الله والأستاذ القدير عبد الكريم الجاسر. الله يحييك. قبل ما أبدأ بتفاصيل الحلقة، نحب أسألك عن حفل اعتزال الكابتن الكبير خالد مسعد، باعتبار أنك أنت رئيس اللجنة الإعلامية، في جديد، تحركات مبشرة إن شاء الله؟ حلوة المباغتة هذه يا أبو عبد الرحيم. العمل يعني قائم على قدم وساق، واجتماعات يومية وشغل يومي، ونسأل الله أن يتم العمل بكامل وبإذن الله بأجمل صورة وبما يستحق تاريخ الكابتن خالد مسعد. لكن في صعوبات كبيرة، في صعوبات كبيرة جدا، وجالسين يعني شغالين عليها إن شاء الله، وبإذن الله أن كل شيء يتم على ما يحب المشاهد السعودي والخليجي والمصري والعربي بإذن الله. نعم بإذن الله أكيد. يعني نجم طبعا هو كبير. فقط توضيح أستاذ عبد الله، طبعا يوم احتفال خالد مسعد حيكون مباراتين وليس مباراة، هذا الأمر لأول مرة يقام في تاريخ محافل الاعتزال. المباراة الأولى بين أصدقاء خالد مسعد وجيل التسعينات اللي سميناه جيل 94. لكان تتخيل ماجد عبد الله، يوسف ثنيان، محيز الجمعان، سامي الجابر، فهد الهريفي، فؤاد انور، سعيد العويران، عبد محمد الدعيع، حسين عبد الغني، خالد قهوجي، حمزه صالح. طبعا كنا نتمنى اسطوره القياده العظيمه في تاريخ المملكه العربيه السعوديه الكابتن صالح النعيم يكون موجود، لانه اول داعم او من اشعل فتيل حفل اعتزال خالد مسعد. طبعا محمد عبد الجواد ما ننسى كذلك. المباراه الاخرى، طبعا المباراه الاولى
من 20 دقيقة 20 دقيقة. إيه؟ المباراة الثانية بين الأهلي السعودي والأهلي المصري، يتخللها كرنفال ويتخللها أشياء جميلة بإذن الله، ولكن إن شاء الله بعد تجاوز كل الصعوبات إن شاء الله ستشاهدون يوم جميل من أيام الكرة بإذن السعودية. الله بإذن الله تعالى، وما في شك نجم كبير خدم الكرة السعودية، خدم النادي الأهلي، وكان له بصمة كبيرة على مستوى الأهلي والاتحاد. الأهلي والاتحاد صحيح. ما في شك، ما في شك إنه يعني نجم من جيل الذهب اللي أسعد الجماهير الرياضية السعودية، وكان له ميزته الخاصة إنه كان لاعب فنان. صحيح. كان الحقيقة يعني الأنيق، هو جوهرة في وسط الملعب. يلقب بالأنيق. بالضبط. ولذلك يعني كلنا نتذكر لما سجل الهدف وصار يأشر بيديه، لا زالت الحركة إلى اليوم يتذكرها كل الجماهير الرياضية، ونتمنى له إن شاء الله يعني حفل تكريم يليق بتاريخه العظيم، وأنه يكون إن شاء الله يخرج منه بفائدة كبيرة تساهم في توفير الاستقرار له في الفترة القادمة، وأيضا أن تكون مباراة ناجحة بإذن الله. عبد الله تفضل. في مفارقة جميلة كذا، يعني خالد مسعد وخالد قهوجي أنا أحمل في قلبي ثأر عليهم من أيام المتوسطة والثانوية، يعني كنت أعلق صورهم عندي في الغرفة، فتهزأت من الوالد تهزيء كبير، فالآن أشتغل معهم في الجمعية فقاعد أقول بيني وبينكم ثأر. ليش؟ طيب. الوالد اتحادي. لا الوالد قهوجي. الوالد اتحادي ولا ما يبغاهم هو؟ أي زهراني على طول قول أنه أهلاوي. طيب حنا إن شاء الله نتمنى مثل ما قلنا التوفيق إن شاء الله أن يتم حفل الاعتزال، الحفل اللي أكيد يليق بتكريم اسم كبير مثل خالد مسعد. طيب نبدأ ملفات الحلقة. تكلمنا يعني هي سلسلة من الحديث عن البطولات القارية، وما في شك لما نتحدث على مستوى آسيا فالهلال يملك رصيد بطولي كبير على مستوى القارة الصفراء. هذه النسخة الحالية الهلال مطالب وبقوة لاعتلاء منصة التتويج، تحديدا أنه الفريق هو الأفضل، يعتبر الأقوى عناصريا والأكثر استقرارا فنيا وإداريا. دون الهلال على مدى تاريخه اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولات الآسيوية، حتى أصبح زعيما للقارة الصفراء باعتباره صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب. مسيرة نجاحات أزرق الرياض القارية انطلقت في عام 1991 بتحقيقه بطولة الأندية الآسيوية، ومن ثم أعقبها بظفره بكأس أبطال الكؤوس عام 1996 قبل أن يتوج بعد عام واحد بكأس السوبر الآسيوي. توهج الهلال القاري لم يتوقف كثيرا، حيث نال بطولة الأندية الآسيوية مرة أخرى عام 2000، وفي ذات العام ظفر بكأس السوبر لينتزع بعدها لقب أبطال الكؤوس الآسيوية في عام 2002. الفريق الهلالي توقف طويلا عن الصعود لمنصات التتويج الآسيوية، وانتظر حتى عام 2019 عندما توج بدوري أبطال آسيا، ثم كرر ذات الإنجاز في عام 2021. النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة يعد الهلال أقوى المرشحين للفوز بها، نظرا لإمكانيات لاعبه وتميز مدربه وشخصيته التي تجعله يتجاوز جميع الصعاب. إذن الهلال المطالب أكيد باعتلاء منصة التتويج لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. احنا تكلمنا عن الفريق الأكثر جاهزية على مستوى آسيا، الهلال أقوى عناصريا، الهلال مستقر فنيا وإداريا، وهو مطالب بقوة لتحقيق هذه النسخة.
ما في شك وهي هدف رئيسي، لكن كرة القدم لا تأخذ بالتمني ولا تأخذ على الورق، تأخذ داخل الملعب. والدليل المباراة الأخيرة أنه كان فيه يعني اهتزاز في أداء خط الدفاع خصوصا البليهي وكوليبالي، وبالتالي يعني ساهموا في اهتزاز حارس المرمى، وقبل الفريق يعني أخطاء فردية يعني مثل ضربة الجزاء والحالة الطرد اللي حدثت كلها يعني كانت بالإمكان تلافيها. ولذلك من المهم جدا أنه تكون في أفضل حالاتك، تقدم أفضل مستوى. شاهدنا الهلال على أداء الصعيد الهجومي، كان الحقيقة فريق مخيف، في كل هجمة تنطلق من بعد منتصف الملعب مرشح للتسجيل، أضاع يمكن 3-4 أهداف غير الخمسة اللي سجلها. ولكن الإشكالية كانت في اهتزاز خط الدفاع وعدم تمركزه بشكل جيد، وأيضا قلة خبرة حارس المرمى اللي الحقيقة لا يلام يمكن على الأهداف اللي سكنت شباكه، باستثناء يمكن هدف رحيمي الثاني اللي كان يتوقع لو كان بونو موجود كان ما راح يركب. لكن بشكل عام البطولة يعني قدمت لنا مباراة أوروبية، وكثير من المتابعين يعني حتى خارج السعودية وخارج الخليج يقولون هذه المباراة هي من دوري أبطال أوروبا. صحيح. وهذه تعكس إنه 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 بطولة دوري أبطال آسيا أصبحت متابعة بشكل كبير، تحظى بمشاركة نجوم كبار. هدف لأي فريق مهما كان مستوى لاعبيه، لأنه العين طبعا لا يقارن بالهلال من حيث العناصر، ولكن وجود 15 لاعب أجنبي أيضا عوض الفارق وجعل. طيب خليني بسألك، أنت عاصرت الهلال في سنوات، يعني شاهدت الهلال هو من عام 91 تحدث عن البطولات الآسيوية. نعم. مر كثير من الأجيال على مستوى الهلال، الجيل الحالي في الهلال هو الأقوى على مستوى العناصر؟ شوف، هو ما تستطيع تسميهم جيل لأن هذول لاعبين أجانب، وبالتالي ما يمكن أنك تقول هذول جيل الهلال. جيل الهلال هو سالم. أنا أقصد الفريق الحالي. الفريق الحالي ما في شك أنه هو الأقوى. يعني ما من حيكون عندك أقوى من كاستيلو، مالكوم، نيمار، ميتروفيتش، سافيتش، نيفز، كانو، حارس المرمى بونو، يعني أسماء، كوليبالي، أسماء لا يمكن أنها تتوفر في فريق واحد وما تنجح. ولذلك يعني نستطيع أن نقول أنه هذا أقوى فريق في تاريخ الهلال، ما في شك أنه من حيث حتى مستوى الأداء ومستوى لا يمكن مقارنته بفريق خيسوس، كارديم، لا بفريق غزفان، لا ولا ارجع شوي جيرتس. فريق جيرتس اللي كان الحقيقة مضرب مثل للهلاليين من حيث المتعة وكرة القدم والأداء الجيد في كل مباراة، ما يمكن مقارنته بالفريق الحالي. الفريق الحالي أفضل بمراحل، بالرغم أنه في ذاك الوقت كان الفريق هذا هو الأقوى. طبعا كان هو النسخة الأجمل ولا حقق الدوري أبطال آسيا. بالضبط. فمهم جدا أنه أنت يعني في هذه العناصر أنه ما تخرج من البطولة يعني تقبل مفاجأة كما حدث الموسم الماضي إنه في مباراة العين، لكن بشكل عام إنه الجماهير اللي يعتقد إنه يعني واللاعبين أيضا طموحين بتحقيق اللقب، وفي ثقة كبيرة في عناصر الفريق ومدربه إنهم يستطيعون بإذن الله يعني تحقيق هذا اللقب، خصوصا إنه هذه البطولة استقام في أرض المملكة. صحيح. وهذا يمكن كثير من الناس يمكن يتجاهلها أو لا يعني يعطيها أهمية. بعد ما تتأهل توصل الأدوار النهائية حتقام على ملعب السعودية، وهذه فرصة ذهبية إنه يكون عندنا 4 أندية سعودية أو 3 أندية سعودية. نعم. في هذا الدور بالتأكيد إنها تكون يعني بطولة نخبة مصغرة لأفضل فرق آسيا. نعم. سواء من الشرق أو من الغرب. طيب خليني أسألك ماجد، يعني في فريق يعني في آسيا على مستوى الغرب ولا الشرق يقدر يوقف الهلال؟ العين سواها السنة الماضية. هل نسميها من باب الصدفة، من باب سوء الهلال يومها، من أبواب كثيرة؟ يعني نقدر نقول أنه فيه من يوقف، لا يوجد فريق لا يوقف، لا يوجد. ولكن لما نتكلم عن هلال فيه ميزة يا عبد الله، خلينا نتكلم ونكون أكثر جراءة كذا شوي. العالمية صعبة قوية، كانت سلبية أم كانت إيجابية على الهلال؟ كثير كان يقول أنها عامل ضغط رائع جدا من الفريق المنافس، يسبب نفسية للهلال، أدى إلى أن بعض رؤساء الهلال يضعون هدف رئيسي ويعملون من أجله ومن هذا القبيل. ولكن الحقيقة
للي يعرف العمل جيدا أنها كانت محفز كبير جدا. هناك من أخذ أو وصل لبطولات معينة واعتبرها مخدة ونام عليها 20 سنة وربما تزيد، ولكن الهلال حقيقة قصة كفاح وقتال غير مسبوقة يجب أن يقتدى فيها. 2014 يتعرض لمذبحة تحكيمية نيشيمورية غير طبيعية، نام؟ لا ما نام. 2017 ويخسر مرة أخرى، أي كثير من الفرق ستهزم نفسيا. خليني أقول لك على سبيل المثال، وأنا أهلاوي، الأهلي 2012 هزم نفسيا تجاه آسيا، هزم. ولكن الهلال 2014 يخسر، 2019 يرجع لها مرة ثانية يفوز فيها، ويمكن كانت لي كلمة شهيرة وقتها أني لا أتمنى فوز الهلال بكأس آسيا وقتها. ليه؟ لأنه كان لظرف لواقع وقتها أنه الأهلي كان صدام بصدام مع الهلال في الدوري، إذا خسر الهلال الأهلي ممكن تزين أموره من هذا المنطق، ولو كان النصر أو الاتحاد مكانهم لقلت ذات الكلمة. ولكن طموح الهلاليين يا أخي بعد ما فاز الهلال وقفت احتراما وصفقت وغردت من أجل هذا الأمر. طيب وقف، أنا بوقف، لكن الهلال ما وقف، الهلال وقف اعتمد خلاص 2019 يلا نأخذها مخدة ونقول يلا جبنا آسيا ورحنا العالمية، لا ما وقف، نعم جابها مرة ثانية وصل. هذا الطموح اللي يجب أن يعمل عليه، وكل هذا يغلف، كل هذا يغلف على أمر واحد هو قوة الهلال، الاستقرار ثم الاستقرار ثم الاستقرار. نعم. لأني بتكلم في الاستقرار بعد شوي. طيب. بشكل موسع. طيب عبد الكريم، لما نتكلم على مستوى الفريق في هذا الموسم، هو يسيطر على مستوى المنافسات المحلية، يعني مو أنا اللي أقول، الأرقام والبطولات اللي تحققت على مستوى آسيا. في شكوك إلى اليوم في الهلال أنه هل الفريق هذا قادر على أنه يروح بعيد، تحديداً أنه راح يواجه فرق من شرق آسيا، تحديداً أنه الفريق خسر أمام العين في الموسم الماضي. شوف، يا خسارة العين استثناء، ما أتوقع أنها تكون، والدليل المباراة الأخيرة أنه الهلال حتى في ظروف صعبة وفي 10 لاعبين لعب أكثر من 20 دقيقة، بس ترى العين سجل 4 أهداف، سجل 4 أهداف، وهذه يمكن ما حصلت في تاريخ الهلال القريب. يعني أول، يعني أنا ما أقول لك أنه ما سجل، هو سجل صحيح، لكن أنت لعبت 20 دقيقة بدون 10 لاعبين، لعبت بدون نقطة قوة لا يمكن إغفالها الحارس بونو، اهتزاز المستوى هذا ما حد له علاقة، هذا ولا موجودين اللي هم البليهي والكوليبالي، ومع ذلك استطاع أن يتجاوز المباراة. وهي مباراة تتكلم عن الدفاع، الدفاع هو يعني يمكن هو دفاع المنتخب، وكوليبالي هو مدافع السنغال، هو شوفهم دفاع دولي ما في شك، لكنه فيه اهتزاز، يعني اهتزاز في هالمباراة، ولا هو اصلا مهتز؟ لا لا، في هالمباراة ذي، هل السبب عدم الثقة في حارس المرمى مثلا؟ ما تعتقد انه دفاع الهلال ما اختبر بشكل قوي؟ ما اعتقد انه له علاقة، يعني كأسماء وكتنظيم وكذا، مستحيل انه يكون 50 مباراة ما اختبر، يعني مهمة مباراة ولا مباراتين ولا 3، لكن في هذه المباراة تحديدا في ظروف كرة القدم يعني تحصل فيها، والدليل انه 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 اللاعبين في غير وضعهم الطبيعي، انه حصلت بعض الممارسات مثل خربشة كوليبالي على وجه سفيان رحيمي، مثل لمس الكرة باليد من البليهي، يعني هذه أشياء تعكس أنه حالة اللاعب غير مستقرة. وش تفسرها؟ هي أهمية المباراة، الضغط النفسي من المباراة السابقة اللي تسببوا فيها في ضربات جزاء، 3 ضربات جزاء. أيضا ما نغفل أنه لاعب مثل رحيمي الفريق كله قاعد يخدمه، لاعب عنده إمكانيات كبيرة جدا، لاعب طاقة جبارة بكل معنى الكلمة، يلعب في كل مناطق الهجوم، عنده مهارة، عنده قدرة، عنده الخبث الكروي، التحايل، السقوط، التحضين على الكرة، يعرف متى الأشياء المشروعة، الأشياء فيها شيء مشروع، فيها شيء مشروع، مو مشروع زي التمثيل التمثيل غير مشروع، لكن على فكرة بس ترى لو في جانب ثاني قلتي لا هو ذكاء لاعب، لا أنا يعني تفصلها على اللي يجي، لا الذكاء، الذكاء أنك تكسب فاول أوكي، بس وتمثل، لا التمثيل لا، تكسب فاول انه انت تحط جسمك امام المدافع تسوي شيء يعطيك فاول، طيب لكن انت تتمثل وتدعي السقوط وتدعي الضرب وتدعي، هذه ما لها علاقه، هذه تذكرنا في بعض حركات الكابتن عبد الرزاق حمد الله واللي انت عارفها. لكن شوف اللاعب اللي نجح في ايقاف رحيمي وبقوه، من كان
كان حسان تنبكتي في مباراة الإياب في الرياض في العام الماضي الحقيقي قدم مباراة خرافية حتى أفضل من كوليبالي بكثير. استطاع أن يحجم. أنت ترشحه مكان البليهي؟ ما في شك. ما في شك أنه هو أصبح يعني حيكون طبعا البليهي إذا طرد مباشر حيتوقف مباراة ثلاث مباريات. لا لا ترشحه أنه يكون في دفاع الهلال كأساسي مكان البليهي؟ بالتأكيد أنه في مثل هالمباريات البليهي أصبح يعني ممارسات كثيرة في مباريات مهمة يضيع عليك المباراة. طرد في نهائي كأس الملك أمام النصر وفي المباراة هذه كاد أنه يعني يضر الفريق ولكن نجح في الحفاظ على التقدم. في مباراة هذه تسبب في ضربة جزاء مباراة العين العام الماضي بالرغم من أنه في المباريات اللي الهلال مسيطر عليها هو أفضل من يلعب كرة قدم في الخلف لأنه هذا أنا أتصور أنه أحد أهم أسباب حرص السيد خيسوس على أنه يشارك بالبليهي بدلا من حسان. البليهي كأنه لاعب محور تطلع الكرة من رجله نظيفة يستطيع أن يربط الدفاع بالوسط دائما يمول المهاجمين يشارك في الضربات الركنية. هذه الأمور جعلت يعني أفضلية له لكن في المباريات الكبيرة عند غير حسان تنبكتي ما فيه. حتى شاهدنا لما لعب بدل البليهي أمام النصر وما كان فيه خط دفاع الدفاع كله مطرود. أي صحيح شال المهمة كان خط دفاع كبير. طيب. الإشكالية أيضا أنه لاعب مثل خليفة دخل والحاس الفريق بدل من أن يساهم في تحسين الوضع سبب في ضربة جزاء. المباراة كان رتمها أعلى شوي رتمها أعلى بس هذه تعتمد على ذكاء لاعب وخبرته يعني لاعب منطلق خليه ينطلق إيش المشكلة ما تدخل بالشكل هذا. لاعب أيضا مثل كنو يبدو لي أنه عنده إشكالية حقيقة ما أدري وشي يدخل الملعب كأنه لا يريد أن يلعب يعني أنت لاعب خبرة لاعب عندك إمكانيات كبيرة كنت نجم كبير تدخل الملعب بلا مباراة. شاهدنا نيمار بالرغم من أنه نيمار أنا حسب ما شاهدته يحتاج وقت طويل صحيح. حتى يعود لمستواه واضح أنه الانقطاع الكبير استعجل خيسوس في إدخاله في مو المباراة. استعجل هو لازم يلعب على أساس يستعيد مستواه بس ما هي في مباراة مثل كذا ما في شك لكنه تحتاج أنه يكون موجود اللي شاهدنا من نيمار أنه يبذل جهد يعني حاس بقيمة وأهمية المباراة بينما على العكس ولاعب مثل كنو ولاعب في مركز لاعب مهم مثل نيفز ما كأنه يعني كان مفروض منك تؤدي 2000% وتكون طيب. تكون إضافة للفريق ومساعدة وعون لزملائك مو أن تدخل بلا مبالاة. أخطاء البليه اللي تكلمت عنها توصل إنها أخطاء فادحة ما في شك في المباراة النهائية أخطاء فادحة يعني ما طرد وضربة جزاء ومشاكل يعني كثير من المباراة اللي انطرد فيها لأسباب تافهة جدا يعني مثلا مباراة النصر أعتقد العام الماضي لما دخل الشبكة و قد يكون الحكم قسى عليه لكنه أيضا ما له داعي مثل الحركات ذي طيب. كثير من مباريات يعتبر قنبلة موقوتة فمهم جدا أنه يعني يتم التعامل معه ولا يتم إشراك لاعب كبير مثل حسان تنبكتي. أنا الحقيقة من أشد المعجبين بالكابتن حسان لاعب قوي لاعب جاد لاعب في الرقابة الفردية لا يعلى عليه خفيف سريع فاهم كورة يعني يقرأ تحركات المهاجم بشكل صحيح يعني دائما تشاهد حسان لما يلعب تستغرب وكثير من الجماهير تقول ليش هذا احتياط. نعم طيب الملف الآخر أيضا في الحلقة احنا نتكلم عن الأهلي أيضا فريق الأهلاوي احنا نعرف أنه في 8 سنوات الماضية مر بكثير من المنعطفات من فريق بطل في 2016 إلى فريق تراجع بشكل كبير حتى وصل الحال إلى الهبوط لدوري يلو عاد الفريق من جديد بصورة حتى الآن هي صورة غير مقبلة. رغم العثرات والتحديات التي واجهت الأهلي في السنوات الأخيرة إلا أن جماهيره يحدوها الأمل في عودته فريقاً مهاباً ومنافساً بقوة على تحقيق البطولات المحلية والقارية المحافظة على المكتسبات الحالية وترميم صفوف الفريق بعناصر من العيار الثقيل إلى جانب التعاقد مع جهاز فني على مستوى عال سيكون السبيل لإعادة الأهلي لمنصات التتويج الغائب عنها. استعادة إنجازات موسم 2016 يمثل الهدف المرتجى لكل الأهلاويين عندما تسيدوا الساحة الكروية من خلال الظفر بثلاثية الدوري وكأس الملك وكأس السوبر إذ كان وقتها يتولى إدارته الرئيس الاستثنائي مساعد الزوهري ويملك نجماً بقيمة عمر السومة
وقائدا بشخصية تيسير الجاسم. مشوار الفريق المتميز في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية سيجعل الطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب وتعويض إخفاق نهائي 2013، لا سيما وأن هناك فرصة لتدعيم الفريق في الانتقالات المقبلة إلى جانب الوقفة الجماهيرية الصلبة التي لا ترتبط بالنتائج والمستويات. طيب ماجد الفهمي، خلينا نتكلم عن الأهلي في الثمان سنوات الماضية. ليش احنا اخترنا الثمان سنوات؟ لأنه أمر غير اعتيادي وغير طبيعي ما يحدث لنادي كبير، أنه يعتلي عرش البطولات في 2016، حقق الدوري والكأس والسوبر، بعدها يتراجع وضع الفريق حتى وصل الحال إلى هبوطه لدوري يلو ثم العودة من جديد. حاجة يعني تعتبر غير طبيعية. تكلم عن ثمان سنوات، ثمان سنوات تعتبر قليلة في كرة القدم. صحيح، ثمان سنوات وخلينا نقول سبع سنوات كانت يساوي سنة زائد سنة زائد سنة يساوي الهبوط. هذا النتاج الطبيعي. أول سبب والسبب الرئيسي لوصول الأهلي لهذه المرحلة أن كل خمسة أشهر رئيس نادي، خمسة أشهر رئيس نادي شهر انتخابات، خمسة أشهر رئيس نادي شهر انتخابات، قفلت السنة. كم رئيس نادي صار من 2017-18 إلى اليوم؟ يعني تتحدث عن هذا مهم رؤساء، هذول لاعبين رايحين جايين، كأنهم كعدد كلاعبين رايحين جايين. هذا يدمر كل شيء. مع الأسف الشديد بعد ابتعاد رجالات الأهلي والتغير الجذري في الرياضة السعودية كافة، أصبح الأهلي بلا أي أجنحة، بلا أي دعم، بلا أي ظهر. الهلال بس ماجد اسمح لي لو قاطعتك، ممكن أي واحد يسمعك الآن يقول الأهلي ترى قبل 2016 يعني ترى 30 سنة هو ما حقق بطولة الدوري. جميل سؤالك. أيه؟ جميل سؤالك، جميل جدا. تتكلم عن 30 سنة زي وزي أي نادي كبير على مستوى العالم، ليفربول، انتر ميلان 40 سنة، مانشستر يونايتد 32 سنة، تشيلسي 45 سنة، مانشستر سيتي ما أخذها إلا 2011. أمر طبيعي يمر بأي. لن نتحدث عن البطولات التي حتى لقب الأهلي بسببها اعتذارا بسبب سوء التحكيم. كثير راح يقول لا لا تتحجج بالتحكيم، التحكيم سبب رئيسي في تشويه تاريخ النادي الأهلي في 30 سنة اللي ما حقق فيها بطولات. في الثلاثين سنة لما تجي تتحدث عن 1418، تجي تتحدث عن 1423 و22، تتحدث أشياء جذرية غيرت في تاريخ النادي الأهلي. الأمر طبيعي جدا أنه هذا الشيء يغير من تاريخ النادي الأهلي، طبيعي جدا. حتى يقال أنه 30-31 سنة لم يحقق الدوري، ولكن هل غاب عن البطولات؟ لم يغب عن البطولات. هل غاب كونه كمنافس؟ لم يغب عن المنافسة. ولكن يعني لما نتحدث عن استقرار، عندما عاد الأمير خالد بن عبد الله إلى الإمساك بزمام النادي الأهلي، أول شيء أحدثه كرجل خبرة، لاعب وإداري ورئيس، أول شيء سواه يعرف أين من أين يجب أن تبنى الأندية، أنشأ أكاديمية، وأكاديمية تعتبر نوعية. المفترض الأكاديميات تخرج ما بعد 10 سنوات، خرجت في 7 سنوات كجيل. حتى أن الأهلي في تعرض للإحلال اللي حدث في 2008-2009، جاء 2010 بدأ الأهلي الجديد بقيادة الأمير فهد بن خالد، صار في استقرار. أنا دائما أقولها، الأهلي إذا استقر على رئيس ومدرب معا يحقق البطولات، وهذا ما حدث في 2010-2011-2012. الرئيس الأمير فهد بن خالد، المدرب ياروليم، جاء بعده فيتور بيريرا مدرب الشباب الحالي، مشى مين جاء بعده؟ جروس، استمر مع الأهلي وحقق أرقام
كبيرة جدا، 51 بطولة، 51 مباراة دون خسارة في الدوري، 55 مباراة دون خسارة في البطولات المحلية. الاستقرار اللي قبل شوي تكلمت عنه مع الهلال اللي أدى إلى تفوق هلالي فارق جدا هو السبب الرئيسي في تدهور الأهلي لهذا الحال. نوعية يعني الهلال عندما تغيرت الرياضة جذريا كان له داعم، النصر كان له داعم، والاتحاد كان له داعم، إلا الأهلي تم الإصرار على إبقاء الداعم الموجود الذي لا يمتلك الخبرة الكبيرة. الاتحاد من الداعم؟ الأمير عفوا، الاتحاد من في داعم؟ بدون ذكر اسماء، خليني في الأهلي حق بدون ذكر اسماء. لا أنت لا، لأنك ذكرت أنه في داعم، أنا أعرف مثلا الداعم في الهلال مع يعني التحول الجديد، لكن ما أعرف الداعم في الاتحاد صراحة. يوجد داعم، كان يوجد داعم في الاتحاد، كان يوجد داعم، ولكن في الأهلي أنا أتحدث على الأهلي كوني الأقرب، كان ماسك الأمير منصور بن مشعل اللي غير، اللي كل خمسة أشهر يتم تغيير الرؤساء، وأدى بالأهلي إلى يعني أشياء كارثية. لو والله لو نتكلم عنها أنا تعجب أن هذه الأمور تحدث في نادي جماهيري ينضوي تحت وزارة الرياضة. كذلك بعض الأمور الغريبة اللي حدثت مثل المهندس أحمد الصايغ عندما تم حل مجلس إدارته دون أن يكون عليه أي خطأ، كارثة كارثة لم يكن مسؤول عنها الأهلي إطلاقا. تتحدث عن استقرار النادي الأهلي في سنة الهبوط مع النفيعي، ضع الأسباب أو ضع الأسئلة، ليش تم الاستقرار عليه؟ ليش ما هو بنفسه قدر يغير في إدارته؟ ليش ما قدر حتى يمشي مدرب؟ هذه الأسئلة طبيعي جدا أنها تؤدي بالأهلي إلى هذا الوضع. تلخيصا لهذا الأمر كامل، عاد الأهلي إلى مكانه الطبيعي، ولكن عاد كرابع الاهتمامات. عندما نشاهد يعني هذا الموسم تحديدا، أنا أقول لك إياها، الصندوق نعمة كبرى حلت على الأهلي، نعمة عظيمة جدا بعد العودة. الأهلي لو عاد بلا صندوق سيكون وضعه كارثي. نعم طيب، خليني يمكن أواصل معك الحديث، بس أبي أسمع أيضا عبد الكريم الجاسر. يعني اللي حدث الأهلي يمكن ما كان طبيعي خلال 8 سنوات، المنعطفات اللي مر فيها الفريق يمكن ما شاهدناه في تاريخ الكرة السعودية. صحيح، يعني شوف الأهلي يملك كل مقومات تحقيق البطولات والألقاب، وفريق كبير وتاريخ وقاعد. المقومات وش تقصد فيها؟ مقومات التاريخ، النجوم، الجماهير، العراقة، البطولات السابقة اللي حققها، كل هذه يعني تدعم كلها الوضع. كلها تعطيك يعني نموذج لفريق أنه ممكن مع جهد بسيط ممكن يحقق البطولات. اللي حاصل في الأهلي يعني، خليني مثلا، أنا ما راح أتكلم في أمور خارج الملعب كثير، لكن حتكلم عن الفريق الحالي بحكم أنه فيه 8 لاعبين أجانب على أعلى مستوى، ولكنه غير قادر على على على, 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 على أعلى مستوى، على أعلى مستوى مقارنة بلاعبين الأندية الأخرى، ما في شك. قارن في التعاون، في الاتفاق، في مدري مين، لا يمكن تقارنه. الأهلي يبدو لي انه يعني بالرغم من اني انا من اشد المعجبين بجماهير الاهلي، دعم، مسانده، اناشيد، لكن يبدو لي انه في دلال زياده على اللزوم. دلال لفريقهم، يعني حب زايد على اللزوم. هذه فصلها لي الحين، بفصل عليك. يعني في حب زايد على اللزوم، يعني ممكن الفريق يخسر ما عندهم مشكله، ما في يعني ما في رده فعل، ما في، لا في رده فعل بالتاكيد، ما حد يقبل بالذي، لكن رده الفعل ليست اللي تحفز الفريق انه يعوض في المباراه الجايه، او انها تعدل اللاعب، او تضغط على اللاعب انه يغير مستواه. يعني انا اتمنى ان يكون في مثلا رده فعل من جماهير الاهلي حتى تخلق هذه الثقافه، كما يحدث مثلا عند الخساره من الهلال، تجد مراره، لكن تخرج من من, من تخسر من اي من الرياض، من اي فريق اخر، ما فيه. بينما احد اهم اسباب صناعه الهلال اولا ثم الاتحاد انه الجماهير ما تقبل، لا يمكن تقبل انه لاعب يؤدي بمستوى سيء. صالح النعيمي الله يذكره بالخير ويشافيه ويعافيه، تعرض لشيء يمكن رمي بالجزم وانت بكرامه. رؤساء، مدربين حصل لهم نفس الشيء، وحتى سامي الجابر، حتى سامي الجابر لاعب لا يقدم ولا يخدم النادي،
سيجد ردة فعل عنيفة. والعكس صحيح، إذا أنت ضحيت وخدمت ستوضع أفضل لاعب في العالم. وهذه هي القاعدة اللي تجعل اللاعب دائما تحت الضغط ويؤدي ويبحث عن الفوز. لكن إذا ما كان فيه ردة فعل، شوف لما يكون فيه ضغط على اللاعبين وتجمهر عند النادي قبل مباراة الهلال وتحفيز للاعبين، شوف كيف يكونون في الملعب. فريق يعني قدم ضد الهلال مباراة كبيرة جدا وكان ممكن يفوز. نعم. ولذلك يعني عشان تخلق ثقافة الفوز يجب أن يكون فيه ضغط جماهيري على اللاعب عند الخسارة وعدم قبول الخسارة، وأن ليست شيء مسلم، لأن الفرق الكبيرة لا تقبل الخسارة مهما كانت. يعني ما يمكن أن أقبل خسارة فريق من فريق درجة ثانية درجة أولى، ولا فريق من خسارة فريق من واحد ترتيبه التاسع، أو أنه فريق بإمكانه العام الماضي محقق المركز الثالث اليوم مثلا السابع أو الثامن. نعم. هذه يجب أن تكون فيها ردة فعل عنيفة حتى أنها إيش تحفز رئيس النادي، تحفز المدرب، تحفز اللاعبين، تضغط عليهم تجعلهم يعوضون ويخشون الخسارة، ردة الفعل بعد الخسارة. نعم. في أي مباراة. طيب. إذا ما حدثت هذه الأمور أنا أعتقد أنه ما في شيء يمنع الأهلي تماما من انه يعود تحقيق يعني مشكلة البطولات. الاهلي بس في ثقافة الجمهور، ثقافة الثقافة. انا اقول لك اتكلم عن السنة على الفريق الحالي. انا ما اتكلم لك عن سنوات سابقة، كل سنة لها ظروفها ولا لها وضعها. لكن اهم الاسباب اللي من وجهة نظري انه الاهلي عنده قدرة يقدم مباراة كبيرة. شاهدناها امام النصر، احرج النصر في الرياض وكان ممكن يحصل على ضربة جزاء ويفوز في المباراة. شاهدناها امام الهلال. يعني انت تجاوزت كل اللي صاير للاهلي. اللي صاير انا اتكلم عن الفريق الحالي اللي صاير زي ايش؟ يعني فريق عنده ثمان اجانب اليوم في حاله من مثلا الجدل حول ياسله هذا شأن اهلاوي اليوم في شأن اداره في كلام انه الاهلي مش مستفيد من لعيبته الاجانب بالصوره المباشره، هذا شأن اهلاوي، هذا كله داخل النادي، ما في احد من برا يقول لك لا تقيل مدربك. اذا انت اداره مسؤوليتك توفر اموال، توفر فلوس، توفر دعم، وتقيل المدرب وتجيب مدرب. نعم. ثاني. طيب. زي ما تعمل أي إدارة. طيب ماجد، مشكلة الأهلي فعليا في ردة الفعل اليوم وتعامل وثقافة الجمهور مع الفريق، باعتبار أنه الفريق يخسر من المباريات البسيطة عادي وإن شاء الله نعوض، بس المباريات الكبيرة ما نخسرها؟ لا حقيقة أول شيء استغرب أنا رد الأستاذ عبد الكريم الجاسر أنه جمهور الأهلي مدلع لاعبيه وأنه لا ينتقدهم. أكثر جمهور يقسو على اللاعبين حتى في أدائهم الجيد، ما ينسون أنه في إحدى المباريات سوى مشكلة. في أعطيك إياها زود العيار أكثر، في لاعبين خرجوا من الأهلي بسبب ضغط الجمهور، بسبب نقد الجمهور الحاد. هذا شيء أنا أعيشه ومتعايشه تماما. فجمهور الأهلي حضور، أنا أتكلم على الفريق الحالي يا أبو قصي، اتكلم على الفريق الحالي بس، حتى انه يعني يجب الفريق ان يضغط عليه حتى يحقق الفوز. هو الفريق هو الحالي، انا كل هو كلامي هو ماجد، هو بشكل مباشر هو يتكلم عن تعامل الجمهور مع العناصر اللي موجوده. يعني عادي انه انت مثلا قدام الفتح ما تفوز، عادي قدام الرياض ما تفوز، بس احضر في المباريات الكبيره. وبعدين هاي ثقافه الجمهور. وبعدين ابو قصي انت تتكلم عن لاعبين رفضهم الجمهور، طبيعي في كل الانديه يرفضون، لكن اتكلم عن النجم. النجم اذا ما ادى يجب ان يكون في محاسبه قاسيه. ممتاز ممتاز. هذا ايش اللي قاعد يصير مع الان مع النجم الاول في رياض محرز اللي هو نجم في اي وليس ميجا ستار؟ صحيح. النجم في اي ايش قاعد يصير معاه؟ الجمهور جالس يعني يلحقه في تويتر، يروح له انستغرام. ممتاز، هذا هو المطلوب. معاه اطلاقا ايش ادى الى انه رياض محرز يجلب مدرب شخصي بعيدا عن النادي الاهلي لكي يعود الى مستوياته. ممتاز، هذا قصدي. انت الان وصلت للي انا ابغاه. هذا اذا نتفق انه الاهلي يقسو. اعطيك زياده بعد، الان الحلقه الماضيه تكلمت مع عبد الله عن اللاعبين اللي تطور مستواهم، علي مجرشي، علي الاسمري، زياد الجهني، عبد الرحمن الصانبي. فراس البركان جاي ما شاء الله جاهز في الاساس، بس فراس ترى ما كان يلعب حتى اساسي لما كان مع النصر، وانت صحيح. ما تتكلم عن ثمان اجانب، اليوم في الاهلي اصبح اساسي يلعب. بالضبط، اصبح اساسي لان ما عندك جناح اجنبي. لا، وتعطيني ارتفاع ما حيلعب رياض، وتعطيني ارتفاع في مستوى اللاعب. انا شاهدت اللاعب حتى على مستوى المنتخب السعودي لما يشارك يكون حضوره فيه بصمه. صحيح، بالضبط بلا ادنى شك. يعني في التطور اللي قاعد يصير، ورغم ذلك الجمهور يجي يقول
لاعبي الاهلي هم فلان وفلان، طيب هذول قاعد يؤدون ومستواهم جالس يرتفع. علي مجرشي تعرض لحمله شديده جدا، اللاعب ما شاء الله تبارك الله الموسم هذا وصل الى ان يروح المنتخب، حاجه يا اخي. هذا الشيء الايجابي للجمهور، هذا الشيء الايجابي. نعم بلا شك. نبغى لذلك تحس يا سالم تحس رياض. لذلك جمهور الاهلي والله انا اعرف تماما، وانا يمكن ما بقول لك اني ضد او مع، احيانا مع واحيانا ضد، لكن جمهور الاهلي انت قلت كلمه خطيره وهي الاساس في الاهلي، حب جمهور الاهلي لناديه حب قاسي، حب قاسي قاسي جدا جدا. صحيح. ما هو الحب اللطيف حقيقة. أنا أعرف جمهور الأهلي حتى معنا إحنا كإعلاميين، أنت تجيك غرامات، أنت تتعرض لأشياء في حياتك، ما همهم، همهم أنت لازم تطلع بطريقة مختلفة. فجمهور الأهلي محبته أقول لك إياها، وأنا أعرف تمام جمهور الأهلي محبة قاسية جدا. ما في شك، هذا ما في شك. نعم محبة قاسية، ويعني حتى يعني أنا كنت أتوقع أن جمهور الأهلي هذه السنة ما راح يحضر في المباريات المحلية اعتراضا على العمل الذي أقيم في النادي الأهلي، أنه كارثة أنه من الصيف الماضي حتى الصيف الحالي تجيب لاعب مغمور ولاعب مصاب، هذه كارثة بحق لا محليين ولا أجانب. يعني فجمهور الأهلي توقعت أنه يحضر في آسيا ما يحضر في الدوري المحلي، أتفاجأ أنه هذا الجمهور من الآخر مريض بحب الأهلي ما يقدر. مباراة الأخدود قاعد يطلع مدري كم بيحضر، فجأة راح تلقى نصف الملعب على الأقل طيب في ظل الزعل حاضرين. طيب قبل ما أقفل بس التفاصيل أبرز الملفات، الجولة الماضية من دوري المحترفين كان فيها كثير من الأرقام اللي لفتت الأنظار بشكل كبير. وهذا رجل مناسباتهم الكرة، هذه الكرة من نقطة كانت هناك، المكان هنا كالبحر الهائج والأمواج المرتفعة. حل مشاركة هدف العادة من ميتروفيتش. استمر، لا تتوقف، لا زلنا ننتظر ولم تنتهي بعد. بيركوين يسجل، بيركوين بعد كرة عرضية من موسى ديابي الجميلة، لكن المجهود كل المجهود، الأداء كل الأداء من كانتي. مين أصبحت كفاءة في النقطة الماضية؟ إيفان توني أضاع كورة، بل أن كاستلس هو من تألق بالأولى، تألق محاولة واحد اثنين تمريرة ووصلت مبح تمريرة من الإنجليزي، وصلت إلى فيلريان حارس المرمى. تصدي هذا، أي تصدي هذا، دخل الستة أكثر رقم كذا الجولة الماضية شد انتباهك؟ الحقيقة صعب يعني صعب التركيز. صعب ولا أنت ما كنت مركز؟ لا ما ركزت والله. قل ما ركزت. خلينا من الآخر. لأن ما هو معقول في كل هذه الأرقام وتقول والله ما في رقم. كنت أتفرج على الأهداف. طيب خليني أسأل ماجد. لا لا ما تروح من تحرج أستاذ عبد الكريم جي علي، أنا ماني معكم، أنا بجدة. طيب هذه الجولة بشكل عام أي نعم يمكن كان فيها كثير من الأرقام البارزة على مستوى التهديف. هي جولة تهديفية ما فيها شك. أي نعم فيها عدد كبير من الأهداف، وبالتالي يعني دائما الأهداف. الحين لما تشوف مباريات مثلا ما بحدد دوريات معينة، بعض الدوريات العربية
تلقى معظم المباريات 0-0 1-0 تلقى فريقين طول المباريات يلعبون ما في هجمة واحدة صحيحة. بينما الدوري السعودي في كرة قدم في هجمات في أهداف في صناعة لعب في فرص أمام المرمى، وهذا اللي يفرق بين الكرة اللي يقدمها النادي اللي عنده مدرب محترم وبين الفرق اللي يدربها مدربين عرب أو كذا. طيب. يعني مع كامل الاحترام لهم. خليني بس ماجد في أقل من دقيقة، يعني احنا تكلمنا عن الجمهور الأهلي وأيضا حب الفريق، في حب من نوع آخر في الاتحاد، أرقام قياسية تحقق في الحضور الجماهيري. صحيح، هي ثقافة، هي ثقافة في سواء في الأهلي أو الاتحاد. شوف حتى جمهور الهلال في المنطقة الغربية ثقافته مختلف عن جمهور المنطقة الوسطى، جمهور النصر كذلك نفس الأمر. أيه. الثقافة فيها اختلاف كبير، لكن خليني أعطي نفسي عذر على التقرير اللي قبل شوي. أيه. ترى الشاشة بعيدة. طيب. والخط صغير وماني قادر أقرأ. طيب ما البس النظارة. أنا طلعت نفسي سعد يعني الكريم. يعني يعني أنت عذرك على الأقل مقبول، ولا أني قاعد أشوف الأهداف. شكرا معك. على فكرة ترى إذا تقارنت الاتحاد بالأهلي ترى النتائج أيضا تخدم، ما في شك. تخلي الجمهور يحضر وعنده طموح انه يوصل المركز اول وكذا، بالتالي يكون الحضور اقوى من فريق يعني مركزه بعيد. طيب انا اشكرك عبد الكريم الجاسر. اهلا وسهلا، بس تعال تعالجنا مره ثانيه. لا مو معاد علمنكم تسالني. انتم تعبوا. قال لي انكم تسالني. شكرا ماجد الفهمي. شكرا لك. شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقه، مشاهده ممتعه للمنافسات السعوديه، في امان.